مبروك للي نجمته فوق الامتاز هذه النسخة للاستماع فقط أنا شهد أنه جابها بفعل الأيمان وبالعزم وبهمة رجال خذاها هذا ملازم نافاها الطير حورا هذا الكفو فخر اعتب وضناها سجل بطولة على كل ميدان سيرة فخر بالقمة يلمع سناها سيرة فخر بالقمة يلمع سناها كل جديد ما وجيب القصيد الجزلي لجناها وغنيها تخرج ملازم واعتلاها ما تلقم وفهد خالد اليمن بغى شيء ومبروك له والشعر يرفع له الرايح حنان فخر في فعوله ونماربه فخر للوطن والدين في ساعة الحزن وفي العسكرية مجد جماهة لاربه من الجود والطباع ذيبه مشاربه أبوها الكريم الشامل خالد وغضب وزعامي على عرب تشهد لطيبه ومواجبه أمه تفاخر فيه وترفع به الهمة هذه أم سعود الطيب والخلق تزهبه وفعمين معتباها للعز والقرى شان تفوز المجد بعلى مراقبه ونعمين معتباها العز والقرى رجال تحوز المجد بعلى مراقبه سلامي على العتبان حماية الهوى مقام الفخر وساس عز النماربه سلامي على العتبان حماية الهوى مقام الفخر وساس عز النماربه طيب الفخر والمدح في كاس بطلا فهد شيخ جيله راعي الصيت والهبه وفي يوم تخرجه بصخر لها الابيات وجيب القصيد الجزلي لجناه وغنيبه تخرج ملازم واعتلاها ما تلقم وفهد خالد اليمن بغى شيء يجيبه ومبروك له والشعر يرفع له الرايه وحنان فخر في فعوله ونماربه فخر للوطن والدين في ساعة الحزان وفي العسكري المجد جباه بلا ربا محاك بغبة فوق رسم بصمة شجاع وفي الوقت حنان تعز وما عريب الجدود وطيب أخلاق وطيب ذات من الجود والطباع ذيبه مشاربه أبوها الكريم الشام خالد وابو الفزعة جميع العرب تشهد لطيبة ومواجبة أمه تفاخر فيه وترفع به الهمة هذه أم سعود الطيب والخلق تزهبه وفعمين باعتباها للعز والقرى رجال تفوز المجد بعلى مراقبه ونعمين باعتباها للعز والقرى رجال تحوز المجد بعلى مقام الفخر وساس عز النماربة سلامي على العتبان حماية الهقوى مقام الفخر وساس عز التواصل 0502 219 3235